كانوا مربوطين هنا ياك؟ مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من نواحي مدينه الدار البيضاء، بالضبط في جماعه قصبه بن مشيش، دوار بالطيوة. كيف ما تبعتوا قبل، هادو فراقشية ملتمين اللي جاوا لوسط الدار هذه، شفروا تقريبا ثلاثة ديال البقرات من هذا الكوري هذا بواحد الطريقة جهنمية، يعني بكل شيء قاب النفس، وجايين مسلحين، هازين معاهم الحجر، هازين معاهم الجداوة، وخداو دوك البقرات ومشاو وخلاو يعني مول هاد الدار هذه ومول هاد البقرات هادو مسكين في حالة صعبة، لأن منهم كان كيتقات، من حليبهم كان كيعيش، والعائلة ديالو يعني حتى الوالدة ديالو اللي كانت كتحلم بيديها، وانتم عارفين الناس ديال البادية وعلاقتهم وارتباطهم بهادشي. ملي سمعت الخبار سمعت من ودنيها بجوج بسبب الطونسيون، الله يعوضهم الله يعوضهم يا ربي. كيف ما كتبعوا، هذا هو الكوري اللي دخلوا ليه ثلاثة تقريبا ديال الفراقشية وشفروه، وبقاو وحدين اخرين اللي معاهم، ماشي جوج ديال الاشخاص برا هازين الحجر وواقفين، اي واحد خرج غيضربوه. شفروا ثلاثة ديال البقرات، عجلة صغيرة، جوج بقرات كبار، الناس راه يفهموني شنو هي عجلة، عجلة هي بقرة كتكون بقى عمرها ولدات، والبقرة كتكون فيها تولد، وهاد البقرات ضارات بجوج، يعني حاملات بجوج. كما كتبعوا مشاهدي شوف تي في، من هاد الكوري دخلوا بكل ثقه، راه رجعوا وشوفوا اللايفات قبل كيفاش جاوا دخلوا، اقسم بالله الا لحمك كيتبورش عليك، يعني الله يسر كون خرج مول الدار ولا شي واحد ولا شي دراسه غير غفله، ناض غير البيت الماء حاشاكم كان غاديين يقتلوه. هزين الحجر واقفين، شي واحد هز خنشه فيها الله اعلم شي حوايج، كاين جناوه يعني غتخرج غتاكلها في لحمك. الحمد لله خرجت سالمة، لأن حتى شي واحد ما خرج في هذيك الوقيته اللي كانوا هما كيشفروا، ولكن كانت الله يسر تقدر توقع جريمة خطيرة في هذه البلاصة هذه، يعني دوك الناس ما حدهم جايين وناويين يشفروا، يعني راه يقدروا يقتلوا، يعني مادام أنهم جايين وباغيين يشفروا راه يقدروا يقتلوا. كيف ما كتبعوا مشاهدينا، من هذا المكان هذا الكوري بالضبط لي شهد وعرف عملية سرقة خطيرة، خويا عملية سرقة خطيرة. الحمد لله ما خرجش شي واحد، كاين ناس كيسولوا شي واحد تأذى منكم من العائلة ديالكم، واش شي واحد تأذى زعما معاهم؟ لا ملي خرجتي انت، الوقت اللي خرجتي انت ما لقيتي حتى شي حاجة، ما أذاتكم حتى شي واحد، حتى واحد ما تضرب. هاربوا جامعين زول بهايم وداك الشيء صافي دي مراو زادو. ولكن الله يسر كون في هذيك اللحظه شي واحد خرج يقتلون، انت خرجتي على غفله، انت خرجتي على غفله، بيدي خاويه ما في علم بلا شفره لا والو. عمركم تسرقتوا؟ عمرنا ما سرقنا، لا حول ولا قوه. ولكن كاين ناس انا حداكم كيتشفروا بزاف، وقبيله كل ولات كتشفر بزاف. ولكن علاش هما بغيت نسولك، علاش حاطين على الدوار وكاين دوار اخرين حتى؟ المناطق الشفاره كاين من عندنا، من ما باغينش يتعرفوا. كاين عندنا المعارف وجايبين الناس فرانيين اخرين معاهم. وتشاهد الناس ملي شفناهم في الكاميرا، يعني ملي مشيتو من الحاله ديالو كيبان انسان كبير في العمر. يعني ماشي دراري دوك الصغار. معروفين يعني. هما معروفين. كيبانوا بدوك الطوموبيلات ودوك البيكوبات كيضربوا بنهار. معروفين. يعني بقى خاص حاجه وحده، خاص الجندارم يشدو. خاص الجندارم يتحركوا. هادشي اللي كاين، جاو عندنا وداروا خدمتهم وقال لك حنا نترجعوا لك. هادشي اللي كاين. ما كتبعوا. داكشي اللي كاين، هذا هو الكوري اللي شهد هذه عمليه السرقه هنايا. حنا كنتمناو من السلطات المعنيه ومن الدرك الملكي منطقه الدروه بالخصوص انهم يدخلوا في اقرب وقت، باش هاد الناس هادو ياخذوا الجزاء ديالهم قبل ما يشفروا ناس اخرين، لان الشفار قتال، والا شفر كان كيشفر وشي تيبغي تحصلو هو غيخاف على راسو، راه يقدر يضربك، هذيك يقدر تصفيها لك. فلهذا حنا ما بغيش يوقع شي جريمه، فلهذا الدرك الملكي لمنطقه الدروه، لانه هو اللي تابع لهذه المنطقه هذه، دوار بالطيوة، دوار بالطيوة، جماعه قصبه مرشيش، قصبه مشيش بن مشيش، جماعه قصبه بن مشيش، دوار بالطيوة، انهم يدخلوا ويلقيوا القبض على هاد الناس هادو في اقرب وقت، قبل ما يشفروا ناس اخرين وقبل ما يأذيو ناس اخرين. لان كيف ما قال السيد، يعني من الدخله باش داخلين، انتم راه شفتوا الكاميرات كاملين، من الدخله باش داخلين باينين هاد الناس جايين بكل ثقه، يعني عارفين شنو كاين، عارفين شكون ساكن، وعارفين الناس راه ناعسين، عارفين كل شيء.